أمان لا تعملي حنوني أكثر مني، أنا عم بحكي لمصلحتك. ها خايفة عليكي؟ لا مرت عمي، إذا خايفة علي لا تخافي، خليني أنا أطلع أجيبه. بدك تجربي جربي، خير على راحتي، هاي المفتاح. مولا مولا بسم الله الرحمن الرحيم، كيفك أمار؟ مولا الحلوة. أنت الحلوة، رح أفتح لك الباب مشان تكسري معنا السفرة. إيه؟ بدي أشتري أكل كتير. معناتها جوعانة. جوعانة؟ هي بحكي لك عمي عم مصطفى. استغفر الله العظيم، ما بيصير تحكي هيك، شو بكي عيب؟ بدي أشتري أكل كتير مولا، افتح لي الباب. والله ما بروح بشتري، والله ما بضرب مصطفى. أنا بحب أنا مصطفى كتير، بحب أمان، بحب نبيها. مصطفى سألك بدي أقطع وإذا بتحكي. شو هو الشيء اللي ما بدي إياكي تحكيه؟